بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 66. الحمد لله على فضله وإحسانه، يمن على من يشاء من عباده بهدايته للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يبين الشيخ رحمه الله في سياق كلامه شروط صحة العبادة، فيقول: لا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما أنه ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. يبين الشيخ رحمه الله بهذه العبارات النيرة أن تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرمه الله يدخل في عبادة الله تعالى والانقياد، وأن عكس ذلك وهو تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله تبعاً لآراء الناس ورغباتهم أنه من الشرك، أخذا من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قد فصل لكم ما حرم، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم من غير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم بين الشيخ رحمه الله انقسام الناس في عبادة الله والاستقامة والاستعانة به، فيقول: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له لأنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. قسم الرابع قال عنه: وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله. ثم أجرى الشيخ رحمه الله مقارنة بين المعتزلة والصوفية من حيث الإيمان بالقدر وعدم الإيمان به، حيث إن المعتزلة ينفون القدر ويؤمنون بالشرع، والصوفية يغالون في الإيمان بالشرع
والصوفية يغالون في الإيمان بالقدر وينفون الشرع، فقال: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية والقدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع من بدع من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون الذين خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.